فقد حضورك. اهلا وسهلا بكم جميعا، يسعد مساكم، نورتونا وشرفتونا. معكم مهند الوينجر، مخرج العرض القادم اللي هتشوفوه ان شاء الله يكون اعجابكم، واتمنى لكم مشاهده ممتعه ان شاء الله. قبل كل شيء انا احب اتقدم شكرا لكم لحضوركم، اتمنى ان انتم تطلعوا مبسوطين من هذا العرض. أقدم بالشكر لإدارة مسرح الشمس اللي أتاحتنا الفرصة للمرة الثانية إن إحنا نقدم عرضنا على خشبتها. قدمنا على خشبة المقهى والآن على خشبة الصندوق، ولا ننسى الشكر للأستاذ أحمد سرور وإدارة مسرح الشمس تتمثل بالأستاذ الدكتور عبد السلام والأستاذة حياة والآنسة رؤى. كمان ننساش إدارة المقهى مع الأستاذ مجدي والأستاذ عاصم. إن شاء الله العرض هيبدأ كمان قليل، مش محتاج أحكيلكم على التليفونات والتصوير، من حقك تصور وإن شاء الله. بس هو إيش؟ نون سموكينج أريا، فيش ممنوع التدخين. وإن شاء الله نشوفكم بعد العرض بإذن الله. أهلا وسهلا. بصراحة اه اكيد ما بدر، انت عشان مصلحتك مش مصلحة الطب، انت عايز ترامز كمان. انا
يا جماعة أقسم بالله وأنتوا شاهدين عمره ما طمنت لحدا ولا نطقت حدا. لا ماذا تقولين ايتها الجماهير العريضه؟ اشهدك بانني لم اكن سوى مقوم لربان سفينه الشركه. خلص زمن خطابات زمان. فهمنا كل امور فاول. فهمت. تعرف شغله؟ عرفني. لازم تكون انت الدي بي دو تبعنا. شو بتقول يا زلمة؟ أنا يعني وبكل صدق وأمانة دايما بحكيها، خذوا المناصب خذوا المكاسب، بس خلوها لرائد دودي. الرائد دودي الأكفأ، الأكفأ رائد دودي. أبو سيدة الأكفأ رائد دودي، بس نفسي أعرف شو يعني أكفأ. أي بيجي على الشركة زحف يا جماعة، زحف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورت الصالة. نورت الميتنج جروب. عشان شو؟ أحا. اللي الثلاثة اللي طلعتوا لي؟ كيف؟ الحمد لله. نتشرف فيكم. مفاجأة حلوة كثير. أكلنا هواء. أنتوا أشهر ثلاث موظفين في الشركة. معروفين. أشهر ثلاث موظفين في الشركة. بس مش مشكلة. معاي راح تشتغلوا وراح تنتظروا. يا ماشي. والله؟ لا راح تشتغلوا، أنا متأكد من هذا. أنا بوعدكم إنه إحنا الأربعة راح نشتغل شغل سفاح. بس بدي همك. معاي؟ معك. وش بالك أنت ويا؟ معكم رائد. كيف ليدر الجديد تبعكم؟ عارفينك. دينامو الشركة. عارفينك. لو سمحتوا كل واحد يعرف عن حاله. عارفين بعض. طيب طالما عارفين بعض نبدا في الشغل. في شيء كثير أهم الشغل. ايش هو؟ يلا نتصور. يلا كلنا. تفضل. يلا كلنا تشير. خليك رزين. يلا كمان واحدة. واحدة خلاص بكفي. لا ليش نفسي أفكر؟ شو ليش؟ أفكار الأحلى مالك وفلاتك وهيك. يا سلام، سامعين شو بتحكي؟ هذا الفكر بس في شركة ناسا. بس نفسك بديش أصور. أحسن، إحنا جايين نتصور طالعين رحلة. إحنا لا نشتغل مثلاً. طيب صورنا من بسطنا، هسه بدنا نحكي في الشغل. اوكي والله لسه ما حكينا في الشغل. نعم سؤال بسيط. نعم ليش سموك جودو؟ سؤال وجيه. ممكن لو سمحت ما تحكيش الكلمه هاي. تضرب على البطل. لا انا لي اسم هون في الشركه. لي اسم انا اسمي رائد. هذا اللقب هم طلعوا علي لانه مش عاجبهم يشوفوا واحد بيعرف يشتغل. بيعرف ايش يشتغل ولا ادخلي. الملكه طبعا. خلصت فترة الأسئلة؟ طيب استنى شوي، عرفنا عن حالك شوي، إنجازاتك وأمورك. هيك بتخلص وقت الميتنج. يا جماعة، تحدث بإيجاز. سيدي أنت بحر، تحدث بشيء من الإيجاز. طيب أوجز طيب. أوجز. طالما كنا نحكي بإيجاز، نحكي بس المختصر المفيد لأنه إحنا مستعجلين كثير. ما شفتنيش على التوجيهي، أنا زود التلخيص. كان يا مكان في قديم الزمان. وكانت هذه هي قصة الحياة. الله ماذا أقول بعد كل الذي قيل؟ يجب أن تسطر بحروف من ذهب. على راسي سيدي. هذا تقسم بالله. طيب طالما حكينا انبسطنا يلا نحكي في الشغل. يلا. يعني صراحه يعني كنت بتمنى بس للاسف وقت خلص. الله لحظه الله يسلمك. لحظه ما حكيش شغله. مظبوط على ما كاتب بكره.
استنى في خطاب وقع منك ورجي. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. كل يوم. شرف بك سيدي. على راسي سيدي. على كل الاحترام والحية والأمانة أسمى الأمانة. لا لا لا. يلا تشاو المدير. لحظة. بما إنه في جزء راح عليك. فأنا بحب إنه دائما تكوني على اطلاع بتاريخ حياتك. ونص. وضيوف حلقتي لهذا الأسبوع البروفيسور بديع والست دلال. الآنسة الست دلال. وعنوان هذه الحلقة عن الزواج. كما تعلمون، واسمح لي بروفيسور بديع أن تكون البداية لديك بحكم شهاداتك ما شاء الله ومكاتك. يعني حبذا لو أعطيتنا فكرة موجزة عن ماهية الزواج وفكرة الزواج. بادئ ذي بدء لا يسعني سوى ذي بدء. اسمح لي أوجه إليك باستفسار بسيط. يعني يا ريت لو تذكرنا إيجابيات وسلبيات الزواج، يعني عشان نفهم الموضوع. عزيزي ببساطة شديدة، كل ما يشاهد يا أستاذ بديع، طبعا نعلم أن الزواج أمره كسائر أمور الحياة، أكيد في سلبيات وفي إيجابيات. يعني طبعا ولكن ألا تتفق معي في نقطة، ألا وهي غلاء المهور والعنوسة لدى الشباب؟ كنت أقصد أن أقول كنت أقصد. شكرا أستاذ بديع. ننتقل الآن في الكلمة إلى الست الآنسة دلال. ما رأيك أنسة دلال في هذه النقطة؟ والله يعني أنا برأيي الزواج كله إيجابية، ما فيه ولا نيجاتيفيتي واحدة، بس واحدة ما فيه، كله بوزيتيف. وهل هذه يعني وجهة نظرك كمختصة في العلاقات؟ وجهة نظر واحدة مستجوزة. نعم يعني أنا بحترم حالك أحسن لك. بلا بدي أحترم حالي بلا زفت يا جماعة يا خالق الله. أنا ساكت لهم من بداية هزفت الحلقة. أنا من وجهة نظري الزواج مصيبة كبيرة، كذبة كبيرة، حلم زايف. يا جماعة بس لو اطلعت على الجانب المادي راح تكتشف قديش هالزواج مصيبة، مصيبة وقديش مكلف. مكلف؟ مكلف يا مفلس، حتى لو بدكش سيارة بتاخذ قرض وتحطك من دار لدار. صحيح؟ سيارة. نعم. بدكم سيارة. رد عليها الآن. يا خالد، أيها السادة المشاهدين، أشهدكم الله، السيارة ممكن تتصرف فيها، ممكن تدبر راسك فيها، ممكن تروح يمين يسار، اما الزواج خزوق. وفي حال اتعترت وفكرت تطلق فالطلاق خزوق، يعني خزوق مدرشم قاعد عليه قاعد. ردي عليه بما يخص موضوع خوازيق ارجوك. هذا الحق هذا ما نزلت بالعصر الحجري. انا هسه انا عايز اطلب من الفيك لاشز هدول اذا ما متبعين. الوقت تغير صراحه. ايوه بتقول لك انباعت، اشهدكم بتقولكم انباعت انباعت، يعني هم كلهم هيك. انت نفسك انت نفسك يا مخلوقه قديش حدك. شوف هاو دير يو، اوه ماي جاد. نعم احترم حالك. اوه ماي جاد. ارجوكم ارجوكم، نحن على الهواء ضيوف الكرام، نلتزم في اغلبيات الاعلام اقل ما فيها. يعني معنى اتصال. الو الو، تفضل اخي العزيز. معك رائد. اهلا بك سيد رائد، هل لديك مداخله فيما يخص موضوع هذه الحلقه؟ موضوع الحلقه ما ليش دخل فيه، انا بس حابب كنت سواني اغنيه لو سمحت. ليس برنامج اغاني يا جماعه. يا اخي تربطت البرامج هاي. اخي العزيز ليس برنامج اغاني، نعتذر منك. لا انا قصدي شرط النهايه، لانه خلص برنامجكم. اوه خربتها يا سيدي، والله خربتها خربتها. شكلكم ترند كان. شكلكم ناسيين انه احنا في عندنا هسه ميتنج صح؟ يعني هالميتنج
ناسير والله. للأسف. ناسير. والله كانت ترند. ترند؟ اه والله. احنا جايين هون نحكي كلمتين على السريع ونطلع. تمام؟ استحملونا. انا عارف انه جايبكم في البريك بس خلص. بس بالله عليك لخص لانه انا جوعان وقاعد بطلب اكل. ولا يهمك. احنا راح نحكي كلمتين ونص على رأيك ونطلع ناكل. يلا تمام تمام. شغلكم زفت. لا فيش يعني فيش انجاز لا من حيث السرعه ولا من حيث الدقه. لكن سلامه عرفت سيدي، يعني بحب اقول لك مهلا مهلا، اللي بتقوله مش منطقي. علميا يا جماعه السرعه والدقه خطين متوازيين، يعني كل ما زادت السرعه بالنتيجه بتقل مع حدود الدقه، ولا شو رايكم يا جماعه؟ مظبوط. هتلر المره هاي مداخلته في محلها، العلاقه بينهم طرديه معروفه. خريج اي مدرسه؟ مدرسة أبو العبد داخل الشارع. وهو معك حلين، يا بتوع العائلة تضل قاعد علينا، عائلتنا بتضل علينا. لا تأكل ناكل منا. رجع لنا الأكل، قلنا بس بتطلع بتاكل، وأنت أنت أنت لا تقاطعنيش مرة ثانية. ما هو يا سيدي يعني ولا مقاطع لحديثك، يا سيدي كلامك غير منطقي، معروف أن السرعة والدقة لا يلتقيان، متعارضان، كل ما زادت السرعة بتقل مع الدقة. وهذا الكلام مش مسند لأم العبد جارتنا، لا، مسند لأهم العلوم، مسند لميكانيكا الكم. ميكانيكا شو يا اخو؟ ميكانيكا الكم. كم تاخذ تسكت؟ سقوش غير علي من الشركة. بس يا شباب طلعوا علي، أنا قررت إنه أعطيكم ورشة لتنمية قدراتكم المهنية علشان تصيروا تشتغلوا أسرع وأدق. أسرع وأدق. هيك بصير ضفت زي السكينة في الحلقة. حلاوة. كمان في ورشة ثانية، هاي ورشة لأخلاقيات العمل عشان نبطلوا هاي الطرش. وهيك بصيروا زي السمن والعسل. سمن وعسل؟ وأخيرا وليس أخيرا ورشة كتابة الإيميل والخطابات، وهيك بصير أمورنا كلها مهلبة. صح مهلبة. مهلبة. يعني أقسم بالله ميتنج مش طبيعي. يعني أثرني بشكل اسمع موتني جوع هلك. صفرة كاملة الدسم. بدنا نوقف بالعيب. ما بدكم تعذروني، ما انا برضه جوعان زي زي. ما انت طيب. ما انت وصلت تعمل ميتنج بهالبريك. كل الشركة تطلع ميتنج الا احنا. بهالبريك بنشتغل. صح. والله لقيتوا شاطرين بتضييع الوقت، ولأن نفسكم مفتوحة على الحكي. انا نفسي مفتوحة، بتعرف انا شايف خدودك ممتدة بصراحة. طب يعني ارحمني. اسمعوا علي. أنا ليش نقيت البريك؟ ليش؟ لأنه كل مرة بنعمل ميتنج 10 دقايق بيخلصوا من نحكيش بالشغل. فالبريك عبارة عن ساعة. نحكي بالشغل، نحكي برا الشغل، وبناكل. شو رأيكم؟ والله يعني تمام تمام بلش اللي عندك بلش. أنا طلبت أكل ومش حاشتري ولا شيء. بالله غير بس يوصل هالدليفري. بالله شو رأيك على الشاب اللي هون؟ والله ترى يا عيون انا على الشركه كامل. والله فيما يخص الموضوع فقط. اسمع تحكيش ولا كلمه، خليكي ساكته بالنهار ليخلص لي. والله انا والاستاذ بديع والاستاذ فرحان بنحكي معه. صح غير صحيح اطلاقا. بلاش ما تحكوش معي، انا بدي اقعد احكي مع حالي لحد ما يخلص الوقت. اوكي هم كلمتين بدي احكيهم هو ضل طالع عن جد مش بينفذ. زينجر يا سيدي بتقول لك زينجر. اساسا احنا معنا ساعة كاملة، احنا ليش مستعجلين؟ اها هي دود اللي بنعرفه. سلمت يا سيدي، انت مرؤوس، انت اخ لنا في هذه الشركة، انت المرؤوس الاول، يحق لنا ان نسميك المرؤوس الاول ولست القائد. خلصت الخطاب؟ اه رني على الدليفري شوف وين صار. بلاش شد لا بالله عليك الموضوع بس يلا. يلا ماشي، هالمرة مشينا. يلا يلا. الو يعطيك العافيه. بس انا جوعانه بس شوي. بس بدي اسال وين سرقت لو سمحت. ازمه بالله انت شو تفتحليش قدام زلمه شوي شوي انت اللي روح من شارع ثاني. ولا سوري في شارع ثاني بتقدر تروح منه بليز؟ تي تقدر هيك عشان يجي بسرعه. اعطيني التليفون. انا كنت ادله.
يلا الو سيبك منه هذا الدودة. في دخلة يسار. امشي فوت برضه أزمة. يا جماعة أنا بلشت يعني أسيح. ألو في حارة على يمينك فوت. تليفون بس بالعكس والله ماشي في حارة على يمينك فوت إن شاء الله ما تسمع كلام بالعكس برضو ممنوعة. دليت دليت إن شاء الله داخل على كل أبا يلا في حارة يسار أدخل أنا بس تسمع كلامي برضو أزمة. هاتي هالتلفون. أبوها التلفون. ألو لاقي أي حفرة انزل منها واطلع لنا من أي شارع دبر حالك. أبو هدودي زيك. في واحد سكر عليك. تلفونك ليش ما عندي؟ ما يسأل حالك يعني يسأل حالك. ألو يعطيك العافية. في عندك أولاد بالحارة؟ سوري بالهارة؟ طيب عفوا طيب طيب. طيب خذ البسكليت تبعه وتعال بسرعة. ما تسوي الباي. تعلم سيدنا من هذه الحكي مهم انه يوصل. ادعو معي انه يوصل. عمره ما حيوصل. ليش هيك؟ ان شاء الله راح يوصل انا متفائل 100%. طب عندي فكرة كثير يعني كرييتف. ايش والله؟ بما انه يعني معنا وقت نستنى الدليفري. خلينا نحكي بالشغل. انا شغل. الشغل مالك اللي اكلت راسي وعرفتني اللي مالك. لا والله ما بنحكي ولا كلمة لحد ما يوصل. أنا مش حكي ولا كلمة لحد ما يوصل. إحنا مش روبوتات، إحنا بشر ولنا احتياجات. يا سلام بعيد وكرر وبزيد الإطراء اللي أطريته عليك سيدي. أنت مش بس مهتم فينا، مهتم بأجسادنا وأرواحنا وكل جزء من أجزاء أمعائنا حتى يا سيدي. أنت فخرنا. خلصت الخطاب. يلا رني شوف الواتساب. بالله عليك. مش حد دخل يلا لازم حد ماشي لا خلاص راح يجي فوق ما حكيت له ماشي الو مرحبا بس بدي اشوف وين صرت لو سمحت صرت بس هي بس الحمد لله الحمد لله احنا الطابق الخامس ايوه الاسانسير احكي لي بس توصل لباب الشركه عشان كل الشركه بتلم عشان اطلع لك انا بده يشوق يمكن باب ازاز شو راح على المبنى القديم المقلد يبقى مقلد انت لا تكرر ولا تعوض بس ايه فرحان طلع علي بس نطلع برا بنتوازى انا راح بس انه انا مش فاضي بزنس مان كملوا شغل القطعه صراحه انت ما لو كان والله لا افرجيك شو بدك تعمل فيه يا زلمه
الو الو السلام عليكم. انا المفروض اسلم عليك يا ابني. وعليكم السلام. لسه ما سلمت عليك. انا اسف استاذ. صوتك تحكش. الو انت رائد حشر صرصور؟ رائد صرصور انت؟ والله استاذي المشهور في الشركة انه دود بس اللي بريحك. احكي لي كله حشرات ما غلطناش يعني. قال يدير باله من البلدية. شوفوا طعمها. استاذي. الو نعم سمعت انك عامل ميتنج اليوم. مظبوط. انا من لاعب الله. هاي السمكه ما ضاع عليك مش عارف. الو استاذي انت منيح؟ الو يا ابني انا صاحب الشركه معي مصاري كثير بحب اضحك دايما. عندك اعتراف؟ لا ابدا ابدا استاذ. اسمع. نعم استاذ. بدي احكي لك سر بينك. تفضل. دير بالك تطلع الشارع بعد ما تخلص الميت. البلديه عامله مكافحه الحشرات. صوتكم يا شباب صوتكم. الو 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 الو. نعم استاذ. اسمع. نعم. انت انا خايف يعني يصير معك شغل. ولا يهمك استاذ دير بالك. انا كلي خوف عليك يا ابني عارف ليش. مشكور استاذ. عارف ليش انا خايف عليك. ليش يا استاذ؟ خايف تطلع دودة ربيع وموسم متروح. علاش بتخرب؟ لا شو انت يا سلام. الو الو. نعم استاذ. يا ابني. نعم. دير بالك حالك. حاضر استاذ. توصيني بشيء ثاني استاذ؟ بدي نوصيك تجيب ماكيره تعمل اضافه لها. حاضر. نبع قهوه. نبع قوي سياج النبع. وكوفي ماشين لهتلر. حاضر. يعني توصى فيه بالله. حاضر حاضر استاذ. اسمع. نعم. في حركه ترقيات هاي الايام. يا رب يا رب يا رب. معنا ان شاء الله راح تكبر وتصير يرقه. لأنه شهاداتك ما شاء الله بتأهلك تصير فراشة وتطير وتبطل كل. اسمع. والله في كتير حدا في كتير ناس راح يطيروا استاذ. اسمع. انسى انسى الحكي اللي حكيتك اياه اللي فات كله. نعم. دير بالك على فرحة. فرحان في عيوني. بتضل تطلع بريكات. بين كل بريك وبريك لازم يعمل بريك. قبله لازم يجي. انت تطلع وراك استاذ. المرحوم هسه شو اخباره؟ والله بالله عليك يا سيدي مش مشكلة السيارات سيارات اهم شيء المرحوم يعني في المستشفى هو؟ لسه مكمل؟ يب 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 لسه مكمل؟ معلش الله يرحمه. عندي ميتنج عندي ميتنج يلا بخلص وبارن عليك سلم. بقاء لله بقاء لله. ايش؟ بسرعة بسرعة يا الله. والله علي هون انا تعمل فيي هيك؟ شنو؟ ولك انا شو قصرت معكم بس قلتوا نزلت تضحكوا ها؟ قليلين ادب. فعلا قليلين ادب. فعلا قليلين ادب. انا بعد كل اللي عملت لكم اياه بتعمل فيي هيك؟ والكوميدي اللي بضغط عليكم بس مين؟ ماشي بقاليكم كلها معي. لا تحكوا ترقيه ولا زياده راتب وفيش بريك وراح تطلع تضل بعد الدوام خمس ساعات وفيش اجازات. يلا انبسطوا. مش تفاهه. أنا اللي بستاهل. ألو سكر الخط. مش هسه بدرس لك أنا؟ بعدين معك. بقول لك إذا أنا دودة وأنت بتصطح حالك أنت صرصور. هسه لازم أدعس عليك. سكر الخط. صوتك. اسكت. يا
سيدي. والله هيك. الو مدير. استاذي بس طيب ارجوك انا اسف استاذ والله فكرتك واحد ثالث. لا لا انا ما بدي انا مش تبع مع الكيف استاذ. المسبة الي ولا اله؟ لا شو دخلنا بس مش بالاب قلنا. لا حول ولا قوه. طب ممكن بس تحكي لي ايش النقاط السلبيه اللي عندهم عشان نعالجها مع بعض؟ ذرت ايجابيات. طيب استاذ ركزنا شوي. ذرنا ايجابيه نعززها بس. صحيح اضافي دلال. اسف استاذ. الايجابيه حاضر استاذ. حاضر استاذ. حاضر استاذ. حاضر استاذ. لا لا تفايق ولا لا. اسف استاذ. صار يرطب بسرعه. صار شكرا استاذ. سيدي سيدي ما قلت لي والله شو كان يحكي لك تشكرته؟ كان مجرب علي مسبات جديده. مسبات زي شو والله؟ بره مبسوط؟ مبسوطين مع بعض؟ المفروض تكونوا مستحيين على حالكم. قلت انا شو عملنا؟ قلت لك كشفوا لي مشكله من تحت الارض. ما تقول بس ناس سابقه. اسمعوا علي بس نطلع برا بنتواجه. هسا ما فيش انتو طلعه برا هذا الباب دي بدنا نحكي بكل شيء. لا زلامي عصبي هالمره بيتي بده يكمل. اه ان شاء الله. نعم سيدي. داخل الوسيط عفوا. نعم بنفع نعمل بيت في واحد منا عنده مشكله. والله والله خلصت كل الشغل اللي عليك وجاي عندك شكاوى. احكي معك بقانون الشركات حبيبي. الله تفهم بقانون العمل صرت هسا. طبعا يا سلام. شو المشكله؟ والله اذا كان حالها راح تخليك تشتغل صح وشركتنا تتقدم الامام وتثمر وتزدهر والارباح تزيد ونسافر على هاواي كلنا ونعمل شهر عسل مع بعض ونفتح فرع جديد في نيو جيرسي وخلص مش حاجه. لا يا زلمه خلص احكي. دخيلك دخيلك احكي. انا مكمل شمع عندك احكي مش حاكي. خلص احكي. يعني شوف قدامك مصر انا ممكن احكي. طيب يا زلمه شو بدك تقول؟ بصراحه انا عندي مشكله بال ان شاء الله يحكي اليوم. لا 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 مشكله في الشطه. نعم ابعثوا الميتنج كل ما الشطافه. اوه ماي جاد فرحان شو بدك ديسكاستنج. يا يعني عن جد عن جد قرف ليه؟ المنطق بالكرسي هسا. لا انتوا عن جد غريبين انا مش فاهمكم يعني. وانا لحالي بستخدم الشطافه يعني. مليانه مفاجآت الشطافه. والله؟ كل ما تيجي تستخدمها مفاجأة. علميا علميا هناك محبس مسؤول عن كمية الماء المتدفق. علميا ما هو المحبس المشكلة يا زلمة. المحبس. هل لديك شطافة صادقة؟ عقب مشاهدتك هذا الإعلان ستندم إن لم تغيرها. أوه يا لها ولم أقدر على الجلوس بعد استخدامي هذه الشطافة اللعينة. كان زوجي يمشي في المدريد وشاهدت أنه يشكو من مرض نادر. واجهتكم مشكلات عديدة مع شطافتكم. إن كنتم في الصيف تصابون بالحروق وشتاء تتجمدون. ما الشطافة ماجيك كل هذا أضحى من الماضي. يا لسعادة الغامرة أصبحت حياتي غير حياتي ذي قبل. يا زوجي يمشي كالتدريب. هيا ماذا تنتظرون؟ اتصلوا على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة وسوف تصلكم والشحن مجاني. هيا أنصح الجميع باستخدامها فوراً. مع شطافة ماجيك ستحيا بكرامة إلى الأبد. حرام عليكم يا ناس حرام. I'm sorry.
معقول تليفوناتنا هون؟ شو بدك تعمل هون يعني؟ بالله ايه؟ يا زلمة ايه؟ الله عليك صغاني شو سويت بالتليفونات؟ لا تخاف تليفوناتكم بالحفظ والصوت حطها 27 اتوقع شو بدك عشان ترجعهم؟ بدي نعمل ميتنج هسه فكرنا رح ننضخ لك بالنسبة لتلفوناتنا بدك خليها معك يا كباتن شو هالدراما شو هالمسخرة تليفونات انتو مش عارفين انه التليفونات الاصلية عمرها ما بتضيع لانه فيها جي بي اس انتم الدولز والله انتم هنيلي من هوا بتعيش اسمع ايش اسمع ايش
بقول لك يا بتطلعني من هون يا والله بقولك عيب عليك شو ليش عيب؟ احنا في شركة محترم طيب شكرا شو اعمل؟ ما بصير انت شو اسوي؟ بلا قهوة شو اعمل؟ صيح دمه بالمرة والله بقولك جميل جدا طبعا صح واو انت مش عارف شو تصير فيه ايش وقف وقف اخر مره بتقعد عليها على الكرسي فوازير الفتره الماضيه فرحان لا ما هو يعني مش كل اللي طلعت لينا حصلت عليك لا تقعد ولا لا خلص نقعد اقعد اقعد خليني اعرفكم مع حالي عارفينك مش كنا عارفينك انا دلال ياسر عارفينك نمبر 1 كمان دينامو الشركة عارفين دينامو طيب اكيد عارفيني يعني هل يخطر قمر هل يخطر قمر عارفوني عن حالكم عارفين بعض المشكلة انك عارفين كمان طب يلا نبدأ الشغل نبدأ الشغل لازم نبدأ قبل الشغل اعطيني تليفوني ما معك تليفون؟ تفضل كل الامور تدبر ولو الطبلة معكم شو التليفون؟ انت اخذ مرة شميت قبل خلص معك شيء بدنا نوثق البدايات او النهايات برضه بصير يا طب الطبلة خزو إذا موقف مكان واحد أنا طالع؟ آه نبدأ بالأول أشكر الفريق العمل الكامل سواء الكاست أو الكرو نبدأ بالمهندس الإدارة كتف بحثين الإدارة أستاذ ناصر طبعاً اللي ساعدني ونجح العمل باستخدامه هندسة الصوت والموسيقى إن شاء الله أصبر عجبتكم موسيقى مؤثرة في المجتمع كما اني اشكر صاحب ايه رايكم في الرسم اللي ورا السينوغرافيا الاستاذ مصطفى الفنان هو اما طاقم الكاست نبدا بالخوازيق نبدا باصغرنا هي سبيس طبعا مع الفنانه السعيده والوجه المبدع دينا صوابي الفنان المبدع الأول مشاركة إلي معاه الأستاذ أحمد سيف داود أحمد سيف داود أما الثالث ها اللي هو مش على بعضه على طول الأستاذ المشهور نجم التلفزيون
حساب الطلابنا. وأخيراً فهو أما أخيراً فهو مؤلف هذا العرض وهي أكثر تجربة له في التمثيل وإن شاء الله تتكرر بعد ما عرفكم عليه قولوا لي رأيكم به الأستاذ المبدع محمد الزرقاوي. شكرا للعمل مهند البوير. طبعا أحب أزود الشكر اللي ساندني اللي كانوا باك اب واللي ساعدوني في الإخراج وفي التمثيل سدوا مكان ناس كثير يطلع لي هنا الأستاذ يزن عفانة. كما أشكر كل الحضور اللي موجود طويل على الكاميرا بس طبعا زملائي الأعزاء مدرسين مدرسة اسمها زملائي كما أتوجه بالشكر والتقدير لمصور العرض الفنان فراس كنعان بس خلي يزن عفاني يرجع لورا لانه طويل كثير على الكاميرا. بعضكم اكثر. شكرا لحضوركم. لحد يقول اي حاجه خليكم على الفنانين. ان شاء الله توفيق وان شاء الله تنجحوا في الاعمال.